لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لكن هذا الحيوان المسالم تسبب في جدل في الجزائر مؤخرا سبب بعدما رفعت وزارة التجارة الجزائرية الحظر الذي سبق أن فرضت على استيراد عدة بضائع بما في ذلك لحوم الحمير والبغال والخيول الطازجة أو المجمدة. الخطوة هذه أثارت استياء الكثيرين لا سيما بعد اكتشاف كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق الجزائرية. من باتنا يقول: ما حكم أكل لحم الحمير؟ فقد قيل لنا أنه ينفع في كثير من الأمراض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلاه في بيتنا هذه خلاص اللحم تاع الغلمي قاعد غير لحمير. بص بابا رنيش قد ايه راني ذكر من جدا ابو النبله تاع الحك انا عندي كل بس والله ما كنت طب انت اطول انا اطول ايه بابا الحكومه دي فيا يلا انزلوا كفرات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول اكل يستاهل بصراحه مش كده؟ اليوم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا هياكلوا على الواقف جوه. قلنا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي انت هتكسفني والله انت ما تكلم بتكسفني طب دي اطرى من اللي معاك امسك بس عمي يا عمي بسميكم اللي بتاكلوها دي لحم حمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل أكل لحم الحمير في الجزائر يتصدر الترند. بالمغرب والحكومة تسمح باستيراده وتثير الجدل. قتلوا عشرات الحمير وباعوا لحومها للأكل. صدمة في الجزائر. في جريمة صعقت، الشارع الجزائري أقدم 4 أشخاص على ذبح عشرات الحمير سرا في مراب السيارات وبيع لحومها قبل أن تتحركه الشرطة وتلقي القبض عليهم. فقد أعلنت السلطات الأمنية اعتقال العصابة المذكورة في ولاية وهران غربي البلاد، تخصصت في ذبح وتسويق اللحوم على أنها منتجات صالحة للاستهلاك البشري وفق ما أفادت صحيفة النهار المحلية مقر سري، وأشارت إلى أن المشتبه فيهم كانوا يجرون عمليات الذبح في مراب سيارات. وصفته بالسري يقع في قرية الحامول التابعة لبلدية الكرمة، فيما كانت عمليات البيع والتسويق تتم وسط مدينة وهران 20 رأس، فيما أسفرت عملية المداهمة للمراب عن حجز أكثر من 20 رأس من الحمير التي جرى ذبحها وتجهيزها للتسويق، كما صدرت الأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع، إلى جانب شاحنة وسيارتين كانت تستعمل في نقل وتسويق هذه اللحوم. وتم توجيه اتهامات للأشخاص 4، من بينها تكوين جماعة أشرار بهدف خداع المستهلك وجنحة الذبح غير الشرعي وتعريض حياة الغير للخطر. الجزائر تسمح باستيراد لحوم البغال والحمير وتثير الجدل. رفعت الحكومة الجزائرية حظر استيراد لحوم البغال والحمير في قرار أثار الجدل بين الجزائريين الذين تساءلوا عن جدوى استيراد مواد تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم الغذائية وفائدة استنزاف العملة الصعبة في أشياء لا تنفعهم. وسمحت وزارة التجارة الجزائرية في آخر قرار لها باستيراد عدة بضائع سبق حظرها بسبب الضغوط على المالية العامة الناتج عن هبوط إيرادات النفط والغاز. وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة. وأثار هذا القرار استياء الجزائريين، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة وحتى ساخرة من هذه الخطوة، حيث تساءلت المدونة فريال المساوي قائلة:
هل الجزائريون يستهلكون هذه المواد الغذائية المثيرة للإشمئزاز والمحرمة دينيا وقانونيا، أم أنها كانت حاضرة على موائدهم دون أن يعلموا بذلك؟ لماذا يتم استيراد الأدوية المفقودة للمرضى وما ينفع المواطنين؟ مذابح سرية. وبدوره لم يفهم الناشط سعيد الأموي سماح الحكومة باستيراد لحوم البغال والحمير بالعملة الصعبة وهي متوفرة داخل الجزائر التي لها الاكتفاء الذاتي منها، إذا كان فعلا يتم استيرادها لصالح الجالية الآسيوية المقيمة في الجزائر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن قرار استيراد لحوم الحمير والخيول ليس جديدا، وجاء ليسهل نشاط ومهام مسيري حدائق الحيوانات والتي تستعمل هذه النوعية من اللحوم في إطعام بعض الحيوانات المفترسة، كما أنها موجهة إلى المطاعم الآسيوية التي تنشط في الجزائر وتعرف إقبالا من الصينيين والكوريين المقيمين في البلاد. وفي الفترة الأخيرة جرى اكتشاف كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق الجزائرية موجهة للاستهلاك البشري على أساس أنها لحوم أبقار، إذ عثر أجهزة أمنية بصفة دورية على مذابح سرية للحمير والبغال وتقوم بمصادرة اللحوم قبل توزيعها على المطاعم ومحلات الجزارة. الجزائر اعتقال عصابة باعت الآلاف من لحوم الحمير والبغال والأحصنة على أنها صالحة للأكل. بولاية تلمسان أيضا ذكرت صحيفة النهار أونلاين الجزائرية أن عناصر الأمن عثرت على مذابح غير شرعية على مستوى بلدية سبدو بولاية تلمسان شمال غرب البلاد، أسفرت عن وجود بقايا رؤوس حمير وبغال وأحصنة تم التخلص منها ودفنها بعدما تم استهلاكها على مواد الجزائريين. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.